صباح الخير مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج رؤيا. زي ما عودناكم ان برنامجنا هيكون حلقاته متنوعه، كمان موضوعاتنا هتكون تثقيفيه تهم كل الشباب. هنحاول ونحرص دايما ان احنا هنحرص على التوعيه والتثقيف، ولكن هتكون من مصادر موثوق بها من خلال الدوله. خليني النهارده اقول لكم موضوع حلقتنا النهارده، يعني ايه مفهوم الامن القومي. ولكن قبل ما هنبدا حلقتنا احب ارحب بضيفنا اللي منورنا في الاستوديو، رئيس الشرطة العسكرية سابقا ورئيس قطاع مكافحة الإرهاب والفساد بالمنظمة العربية الإفريقية ورئيس البحيرات الشمالية سيادة اللواء شبل عبد الجواد. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيكي وكل مشاهدينك الكرام. طبعا حضرتك منورنا، ولكن احنا بقى عايزين في البداية نعرف شبابنا. انا شايفة ان شبابنا النهاردة عنده مشكلة كبيرة جدا في الفكر والتشتيت الفكري. محتاجين من حضرتك، طبعا مش هتقتصر على الحلقة، ولكن هنبقى سلسلة حلقات هنبدأ بيها بالأمن القومي. كنت حابة أعرف من حضرتك يعني إيه مفهوم الأمن القومي، ولكن بطريقة مبسطة لأن إحنا حابين نوصل للمشاهد. بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإحنا يعني الحقيقة هنقول وإحنا في هذا الشهر، شهر أكتوبر العظيم اللي حصل فيه انتصار أكتوبر المجيد الذي أعاد لمصر كرامتها وأعاد للأمة العربية بالكامل كرامتها، فبنقول للقوات المسلحة كل سنة وانتم طيبين، وللشعب المصري كله كل سنة وانت طيب بمناسبة ذكرى انتصار اكتوبر المجيد اللي قام بيجيل من ذهب، اللي قام بيجيل. وإذا كنا النهاردة بنتكلم عن الأمن القومي المصري، فتحية لهؤلاء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل إعادة الأمن القومي المصري وكسر الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر زي ما كانوا بيرددوا. فتحية لهؤلاء، تحية لشهدائنا، تحية لكل شهيد ارتوت به رمال سيناء. أما بالنسبة لمفهوم الأمن القومي، هو مفهوم البسيط، هو قدرة الدولة على حماية أمنها الداخلي والخارجي على حد السواء، وذلك في الحرب أو السلم. أن تستطيع هذه الدولة، الدولة المصرية على وجه الخصوص وأي دولة أخرى، أن تستطيع أن تحافظ على أمنها الداخلي والخارجي على حد السواء، سواء سلما أو حربا. ده مختصر مفيد لمفهوم الأمن القومي. طيب فضل. حضرتك شايف أن في عوامل ممكن تأثر على الأمن القومي المصري؟ شوف، الأمن القومي عبارة عن سلسلة، في عندنا أمن قومي اقتصادي، أمن قومي اجتماعي، أمن قومي بيئي، كل ما يخص الفرد هو أمن قومي. والأمن في مفهومه البسيط هو كل إنسان في الدنيا بيحب يعيش في أمن على مستوى الفرد، الأسرة، المدينة، القرية. يعني الأمن هو بيصبو إليه كل بني آدم على هذه الأرض. فالمفهوم كله بسيط، بس نقدر نحققه إزاي؟ نقدر نحققه من خلال إن إحنا نعيش بسلام وأمن عشان نقدر ننمو ونتحرك ونحافظ على أمننا. وهذه عوامل كثيرة جدا. كان مفهوم زمان وتداولته وتداول خبرائنا ومفكرينا، مفهوم الأمن القومي زمان كان مقتصر على قدرة القوات المسلحة وفي الدفاع والأمن، مفهومه يقتصر على الحياة العسكرية، على الحياة العسكرية، ولكن تطور هذا في العالم كله. أصبح النهاردة العيش والحرية والعدالة الاجتماعية أمن قومي. كل ما يخص الفرد أصبح أمن قومي. خدت بال حضرتك؟ الأمن القومي تطور بشكل كبير جدا عشان يكون مفهوم واصل لشبابنا. أي حاجة موجودة سواء على المستوى الاقتصادي، على المستوى البيئي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الشخصي، على كل ده أصبح الآن أمن قومي. الأمن القومي
عندنا أمن قومي مصري، عندنا أمن قومي مباشر وهو طبقا للحدود بتاعتنا، ده بيعتبر أمن قومي بيمس هذه الدولة، وعندنا أمن قومي دولي اللي هو بينطبق على الدول اللي احنا عاوزين نعمل معاها علاقات، وعلاقات سواء تجارية سواء عسكرية سواء غيره. والحقيقة في سنة 2014 برضو، عشان برضو نقول لشبابنا، أصدر المستشار عدلي منصور قرارا بإنشاء المجلس الأمن القومي، وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد كده شكله الحقيقة بعضوية كل من وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير المالية، وزير الخارجية، ورئيس مجلس الشعب، ورئيس مجلس الوزراء، وأي عضو يراه مفيد لخدمة الأمن القومي المصري. إذن الأمن القومي شيء مهم جدا، عشان الدولة تنمو لابد أن يكونها أمن قومي مستقر، الدولة تعمل مشاريع وتنمية لابد أن يكون هناك أمن قومي مستقر. يعني أنا عاوز أقول الأمن القومي هو أساس لكل الدولة ككل، الدولة ككل طبعا، والدولة متمثلة في مواطنيها. يعني النهاردة إذا ما كانش عند حضرتك أمن، أنت حضرتك مش عارف تيجي هنا. إذا ما كانش عندنا أمن مش هنعرف نعمر، ومش هنعرف نعمل مشاريع. فالأمن القومي بقى شيء مهم. على وهنا أمريكا بتهتم قوي بالأمن القومي، وزيك تلاقي دايما عندها مستشار الرئيس للأمن القومي. ونتمنى أن يكون هناك في كل يعني في هذه الدولة مستشار الأمن القومي. هو كان موجود سنة الرئيس جمال عبد الناصر، كان أعتقد عنده مستشار، وبعد كده مع الوقت ومشي خلاص. ولكن الأمن القومي متشكل حاليا بعضوية الناس اللي أنا قلت عليها، أستاذ الوزراء والمعنيين وغيرهم اللي مشكلوا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الأمن القومي، الأمن القومي لا تستطيع دولة أن تنمو وتتقدم إلا بوجود أمن قومي له. حقيقة. تفضلي. بما إن حضرتك كان ليك دور فعال في جامعة الدول العربية، فأنا كنت حابة أعرف أهمية دور جامعة الدول العربية في الأمن القومي. الأمن القومي الأمن القومي زي ما قلت لحضرتك، هناك أمن قومي مصري، هناك أمن قوم عربي. الأمن القومي العربي، وانت عارف هذه المنطقة بالذات هي محط أنظار العالم كله لطبيعتها، سواء ثروات سواء يعني كل ما فيها، فهي محط أنظار. فلابد أن يكون هناك تكامل عربي كامل لمنظومة الأمن القومي العربي. والحقيقة احنا لحد دلوقتي مش قادرين نعمل هذا الكلام طبقا لطبعات مختلفة وسياسات مختلفة وإلى آخره. ولكن لابد أن يكون هناك أمن قوم عربي وله أسس وله ضوابط، وأن كل الدول العربية الموجودة تتكامل وتتكاتف من أجل إقامة أمن قومي عربي. وأديك شايفة الأيام دي. كنت أسأل حضرتك فعلا عن الموضوع، إيه رأي حضرتك في الحروب اللي حصلة في الدول المجاورة، في الدول العربية، الموجودة؟ شوفي كل ده هو حرب بالوكالة على هذه الدول. وهي حرب بالوكالة قد تكون بالنسبة للغرب أو بالنسبة لإسرائيل أو بالنسبة للدول التي تريد إسقاط هذه المنطقة، هي حرب بالوكالة. تكلفتها بالنسبة لهم صفر، لأن هم طبعا مش ممكن هيدخلوا في حروب مباشرة تاني مع، وبالتالي بدأ يشتغل على الحروب بالوكالة الجيل الرابع وإلى آخره. وأنا يمكن كنت بتناقش مع حضرتك برا وقلت أن إسرائيل لا تريد جيل مثل الذي حارب في 73، هذا الجيل الذهبي الذي علم إسرائيل درس. ولحد دلوقتي هم مش مصدقين هذا الشعب والقوات المسلحة الذي عبر قناة السويس في 73 وحطم أكبر مانع مائي في التاريخ. فهي مش عاوزة جيل زي ده تاني. الجيل اللي عمل كده لا يمكن هيسمحوا، يعني لا يمكن، عاوزينه يتكرر. وبالتالي بدأ يشتغل على هذه المنطقة، وهم قالوا هذا الكلام من بدري.
في هذه المنطقة بدأوا يشتغلوا عليها في حروب الجيل الرابع والحروب بالوكالة وإلى آخره، حتى يتم تشتيت شبابنا. وحنوجه رسالة لشبابنا من خلال هذا البرنامج، بنقول لهم خلي بالكم اللي بيتم دلوقتي هو حرب، بس حرب انت بتعملها، حرب انت قايم بها مكان العدو، حرب انت بتنفذها، وزي ما قلت تكلفتها بالنسبة له صفر، ولكن بالنسبة لنا احنا دمار. صحيح. فلازم شبابنا، وده دورنا ودور كل المؤسسات الوطنية ودور وزارة الثقافة والإعلام ودور الأزهر ودور الكنيسة ودور كل مخلص في هذه الدولة، أن يكون في توعية حقيقية من داخل المؤسسات، يعمل استرداد وعي لشبابنا الذي فقد وشوش. يعني أنا كنت في من يومين بقول محاضرة في إحدى الجامعات، الشباب الحقيقة في حيرة من أمره، مشوش، وبالتالي علينا دور قوي جدا لنوعيه ونسترد وعي هذا الشباب. والشباب على فكرة بتاعنا بيستقبل، أقول إن الشباب ده، ما هو الشباب ده اللي حارب في 73، ما هو الشباب ده من أبناء القوات المسلحة اللي حمى مصر في سنوات الفوضى. بس أختلف مع حضرتك إن الجيل اختلف كتير، يعني زمان كان في توعية وفي قراءة وفي ناس فاهمة، دلوقتي الناس أو شبابنا مش فاهم. على فكرة أنا بيجيلي مكالمات كتير، الناس محتاجة تفهم فعلا، يعني تسألني أسئلة أنا مش حد، يعني أنا لازم أسأل جهات مختصة بأي موضوع، لأن المصدر لازم يكون موثوق فيه. صحيح. في المعلومات. صحيح. عشان إحنا برضو ما نساعدش في التشويش. صحيح. وسائل التواصل الاجتماعي زي ما حضرتك عارف إن بيكون فيها تشتيت جامد، سواء بقى كان إشاعة أو حاجة طلعت بيها. طبعا. فإحنا أنا هقول، أنا يعني إذا اختلفت معايا أو اتفقتي، أنا بقول لشبابنا خلي بالكم الجيل اللي حارب في 73 هو كان شباب قعد سنوات كثيرة حاربة ودافعة. طبعا أنا هقول لك، أنا كنت برضو في امبارح في مؤتمر، وطلع شباب واعي فاهم قاري. المشكلة إن الشباب لازم يقرأ، لازم يثقف نفسه. صحيح. لازم ما ياخدش المعلومة جاهزة، لازم يفكر فيها. صحيح. بيدخل على عشان ياخد معلومة، بيدخل يقرأها. الانترنت اعتقد انه مش كله بيكون معلومات صحيحة. لا طبعا مش كله صحيح. طبعا بالزبط. لا مش كله صحيح. حقيقة. فبالتالي بقول لشبابنا خلي بالكم من بلدكم، خلي بالكم اقرأ وخد معلومة، ارجع لقراءة تاريخ بلدك، اقرأ عشان تفهم وتسمع وتتعلم، استمع للرأي والرأي الآخر. واحنا بنقول دايما لما بنيجي نعمل حاجة زي كده لازم نسمع لشبابنا، مش لازم انا دايما اللي اتكلم، لازم اسمع له واسمع فكره. صحيح. واسمع رأيه. صحيح. عشان اتناقش معاه، مش افرض رأيي عليه، اتناقش معاه بالحجة، اقنعه واسمع له، عشان هو في عن مشوش. وحنرجع تاني نقول اذا كان عندنا 60% شباب، والشباب ده ثروة علينا دور تجاهه، وهو عليه دور تجاه نفسه. صحيح. ان هو يساعدنا ان احنا نفهمه، وان هو يجي ويحضر، ولكن في بعض الامور الكثيره هو ما عندوش استعداد. برضو احنا سيبناه شويه، ولكن هنرجع له، وان شاء الله من خلال برنامج حضرتك ده يعني لو حبيتوا نعمل حلقات توعيه كامله لشبابنا. أكيد. احنا محتاجين ده فعلا، لانه احنا محتاجين توعيه كبيره جدا للشباب، عايزين نبقى ملمين بكل الموضوعات اللي تهمه. ان شاء الله يعني، واحنا بنحاول جاهدين على كافه المستويات ان احنا نوعي هذا الشباب. والشباب اما بيفهم بيبقى قوي. اكيد. وعلى ارض صلبه. صحيح. كل ما الشباب او اي حد في الدنيا ما فهمش بتلاقيه. صحيح. مذبذب. صحيح. ومش هنعرضه ان هو حد يستقطبه لفئات اخرى. وبقول له خلي بالك يعني. يعني اصول الدين الصحيح معروفه في كل حته، ولكن ساعد نفسك واقرا وافهم واعرف. طيب يا فندم، احنا عايزين نوصل للشباب ونعرفهم ايه دور الشرطه والجيش في الامن القومي. هو الحقيقه كل فرد عليه دور تجاه الامن القومي. كل فرد في الدوله عليه دور تجاه الامن القومي المصري، مش الجيش والشرطه بس. الجيش له دور قوي، والشرطه لها دور قوي لحمايه الامن القومي المصري في الداخل والخارج. خدت بال حضرتك؟ ولكن الشباب عليك دور. لا ما تخربش في بلدك، تسمع، تفهم، تتعلم، تثقف نفسك، تاني تقرا تاريخ بلدك. صحيح. عشان تقدر تجابه وترد على كل الشائعات اللي بتحصل.
لان النهارده احنا عندنا شائعات بتحصل بتدمر اوطان. صحيح. اذا انسقت وراها فانت بتدمر وطن وبتدمر اسره وبتدمر فرد. فاذا الامن القومي واجيال قادمه طبعا. الامن القومي المصري مجموعه متكامله. صحيح. خدت بال حضرتك؟ الامن القومي المصري مش مقتصر كمان على الجيش والشرطه، ومش مقتصر لا مقتصر كلنا علينا امن قومي. ولذلك الدول بره، هي طبعا الامن القومي بيختلف طبقا لطبيعه المكان وطبيعه الدوله ومصادرها وثرواتها وحاجات كتيره جدا، ولكن اما الشعب بيكون عنده وعي، واعتقد ان الشعب المصري دلوقتي بقى عنده وعي كفايه قوي لما حدث. صحيح. وتيقن لما حدث. صحيح. وادرك ما يحدث ولكن وما سيحدث. لكن عندنا شباب لسه محتاج توعية، عندنا شباب محتاج وعي، عندنا شباب محتاج نقف جنبه ونساعده حتى يعبر هذه المرحلة، لأن الحرب لسه ما خلصتش. صحيح. إذا كنا النهاردة بنتكلم عن مفهوم الأمن القومي المصري أو المفهوم الأمن القومي العربي أو مفهوم الأمن القومي بصفة عامة، فإحنا علينا دور تجاه شبابنا عشان حربنا لسه ما خلصتش ومستمرة وهتفضل مستمرة لتقسيم هذه المنطقة بالكامل لحماية إسرائيل. وأعتقد هم شايفين شبابنا الواعي إن الدول الأخرى تعرضت لحروب. إحنا دلوقتي كل الدول العربية ما شاء الله، إحنا هي مصر ربنا يحميها. طبعا ربنا يحميها بشعبها. إحنا عندنا دول الطوق كلها اللي حوالينا كلها تقريبا شبه انتهت، لان هو برضه خلي بالك العدو بيلعب على اساس عقائدي وديني و عشان يقدر ينفذ هذا، واستطاع ونجح في دول الطوق اللي حوالينا كلها انه يفتت هذه الدول وبدون تكلفه وبدون خلاص انتوا بتحاربوا بعض، خلاص نجح في هذا، نجح لان احنا شعوب. طب هسأل حضرتك سؤال شوية، يعني إذا سمحتي لي بس الحتة دي، إحنا شعوب تتلقى ولا تبحث، شعوب خبر جاي لي باخده أشتغل بيه من غير حتى ما أكلف نفسي وأفكر شوية بسيطة ده يقصد إيه، لأن أنا لو فكرت ثانية واحدة مش هنفذ هذا ما يحدث من الصراعات في اليمن وفي ليبيا وفي مش كل دي صراعات، مين اللي عاملها؟ ما هم هذه الشعوب لصالح من؟ لصالح الأمن القومي الإسرائيلي، وبالتالي على شبابنا أن يعي وشباب الدول العربية أن يعي ويدرك ما يحاك به. عفوا تفضلي يا فندم. عايزين نتكلم عن دور الإعلام الإيجابي والسلبي وتأثيره على الأمن القومي. الحقيقة هو طبعا وسيلة هامة، وهي الوحيدة دلوقتي اللي فيها تواصل ما بين الشباب. اي اعلام، هل وسائل التواصل الاجتماعي ولا الاعلام المرئي ولا الاعلام المسموع ولا اي اعلام؟ هنتكلم بشموليه. اتفضل. انا بطلب من الدوله المصريه من خلال برنامج بتاع حضرتك ان تعمل قناه تصل الى العالم بكل اللغات، لان احنا صوتنا مش طالع بره. حقيقة الصورة عن مصر لابد أن تتضح في الخارج. الإعلام بتاعنا بيخاطب في الداخل، طب والخارج سايبه لمين؟ بس كان العالم بيدرس علم المصريات بره، وإحنا مش قادرين نوصل صوتنا؟ لا، لابد أن صوتنا يصل إلى العالم كله، ولا نترك بعض القنوات المغرضة أن توصل صورة سيئة عن مصر، وهذا ما تفعله. والناس بره مش هيقعد يدور، هو ليه صورة جاية فبياخدها، فياريت نعمل قناة مصرية خالصة تخاطب العالم بكل اللغات. ده جزء. الإعلام الإيجابي أن يكون مع الدولة. وقت الشدة أن يكون مع الدولة، وأن يقف بجوار الدولة المصرية. ولا يتعرض الدولة المصرية لنقد، وأن يسلط الضوء على الإيجابيات وليس السلبيات. أنا بشوف بعض البرامج الحقيقة تلاقيه نازل وعمال يعرض، أنت بتعرض الكلام ده، في سلبيات مش هنختلف، وكل دول العالم فيها سلبيات،
بس لابد ان نعرض ايجابياتنا، ده دور الاعلام. الاعلام السلبي متمثل في حاجات كتير جدا، والحقيقه احنا بنستغلها استغلال سيء جدا، ومنها واكثرها على الاطلاق وسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك او تويتر او الى اخره، وهذه منصه رئيسيه لتدمير اوطان. صحيح، منصه، ودي برضو اللي بيستغلها اعداء هذا الوطن وخونه هذا الوطن. طب حضرتك هذه المنصه اللي الناس واقفه عليها كلها وعماله تكسر، لا، هذا غير مطلوب. وسائل التواصل الاجتماعي او الاعلام السلبي عموما، لا، ما تبقاش ضد الدولة، مش كل خبر تاخده تقعد تشير فيه ولا تعمل فيه، وهذا الكلام ما هو بيضر. صحيح، بالأمن القومي المصري. صحيح، انت بتضر بدولة، انت بتضر، لان الكلام اللي انت بتعمله ده مش كل الناس بتفكر فيه، مش كل الناس بتفهمه، مش كل الناس بتاخده وماشي يلا. وبالتالي بيستغلوا بعض اعداء الوطن في الداخل والخارج، واصحاب المصالح في الداخل والخارج. حضرتك فلا بد ان يكون لنا دور ايجابي في الاعلام مع الدوله المصريه، واعتقد في الفتره الاخيره دي هو بدا الاعلام احنا عندنا مشاريع قوميه كتيره قوي تستطيع ان تسلط الضوء عليها وتنزل لها، لان كتير مش حاسس، ما شافش، واللي ما شافش مش هيقول. صحيح، وكتير من شبابنا يقول لك ايه، الله، هو احنا عملنا مش عارف قناه، هو احنا عملنا طرق ليه، هو انت لا. حقيقه فعلا اتصرف كتير قوي على قناه السويس، طب احنا هنعمل بيها ايه؟ احنا محتاجين الفلوس دي. انا هحتاج من حضرتك رد في الموضوع ده، لان انا بيجي لي اسئله كتير جدا طرق عملناها ليه؟ عاصمه اداريه عملناها. صحيح، ليه؟ مش عارف ايه عملناها. صحيح، ليه؟ كله بيسال فعلا ده فكر كده. صحيح، ده فكر. الاعلام بتاعنا لابد ان يسلط الضوء على هذه المشاريع العملاقه اللي اتعملت، ويقول الهدف منها ايه؟ وانشئت من اجل ايه؟ عشان الشباب يفهم. وعاوز اقول لهم رساله، احنا قناه السويس اللي الناس بتقول، ما احنا مش هنفضل طول عمرنا همنا على ان احنا ناكل ونشرب ونقعد على لا، احنا لازم الدوله دي تقوم، الدوله المصريه لازم تقف ولازم تقوم. تقوم ازاي؟ بسواعد ابنائها، بطرق. الطرق دي بتعمل ايه؟ اللي الناس اللي بتقول لك هو الطرق انا يعني هاكل طرق، لا، ما تاكلش طرق، لكنها هتفتح لك مشاريع، استثمارات. صحيح، هتفتح لك مشاريع، مصانع، هتفتح لك مدن جديده. صحيح، هتفتح لك حاجات كتيره على جانب هذه الطرق عشان تستثمر، هتجيب مستثمرين، هتقوي الاقتصاد المصري. يعني ما تبصش بزاويه ضيقه، النهارده انت كنت بتمشي وبلاش ده كله كمان، انت كنت النهارده بتمشي في اي حته بتقعد بالسبع ساعات، النهارده بتوصل في ساعه، ساعه ونص. ده توفير لنفقاتك وتوفير لجهدك وتوفير، وبالاضافه الى عائد قومي محترم. العاصمه الاداريه الجديده، العاصمه الاداريه الجديده اللي الناس بتقول الدوله لم كل اللي قايم بها مين؟ شركات. بس حضرتك مش معايا انه الاسعار مبالغ فيها جدا. اي اسعار تقصدي؟ الشاب دلوقتي لما بيبص على مناطق جديده بتتعمل، اول حاجه بيسال، طب انا هقدر اخد في المكان ده؟ مش شرط ياخد في المكان ده. اذا انا بعملها وبقدر بيها شاب نفسه يعيش في مكان كويس ومانه. او مكان في الايام اللي جايه ان شاء الله. النهارده زي ما بقول لحضرتك هذه الاماكن اقيمت برؤوس اموال استثماريه، اقيمت، الدوله لم تتكلف فيها شيء، عشان برضو انا بقول الكلام ده لشبابنا. انا بالظبط انا عايزه اوصل الرساله دي للشباب. الدوله لم تتكلف شيء، وانت فاهم ان الدوله هي اللي بتبني كل هذا؟ لا بالعكس، ده كلها شركات، وكلها شركات استثماريه بتاخد اراضي بتشتريها من الدوله وتبدا تبني طبقا لقانون الدوله وطبقا للدوله عاوزاه وتخطيط الدوله من اجل بناء هذه العاصمه الاداريه النهارده عندك كل السفارات شاريه في العاصمه الاداريه الجديده، شاريه بالدولار. معظم الشركات الكبيره شاريه وبتبني عمارات وبتبيع، فالدوله لا تتكلف شيء. الطرق النهارده اللي بيدفع 10 جنيه وهو رايح يصيف مش عارف بكام، بيقول لك لا ما تدفعش ليه؟ ما انت ماشي على طريق، لا تدفع، والفلوس دي بتتاخد بيتعمل بها طرق تانية، بيتعمل بها صيانه لهذه الطرق، بيتعمل بها مشاريع صغيره على جانب الطرق. يعني انا عاوز اقول الدوله بتنمو
بتتحرك وما فيش، يعني عاوزين نقول لشبابنا خلي بالك الدولة ما بتصرفش على هذا، الدولة بتشرف على هذا ولكن العائد ليك. النهاردة ندخل على قناة سويس اللي بيقول لك عليها مش لا، احنا زمان كان الملاحة في حركة قناة السويس كان في سفن بتقعد بال 24 ساعة ما تتحركش السنة اللي جاي. ما تسمعش كلام المغردين، النهاردة بقى في رايح وجاي، ما بقاش في انتظار، وده برضو بيخلي السفن عددها تزيد وبالتالي بتدخل لك عملة حرة كويسة بالدولار أو غيره وبالتالي بتعود عليك أنت كمان. هو النهاردة المشاريع اللي على 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 جانب قناة السويس بتعود على مين؟ ما بتعود على الدولة المصرية. صحيح. الأنفاق اللي اتعملت ما بتعود على الدولة المصرية. الله، لازم يبقى عندنا رؤية وعندنا عشان شبابنا يفهم، احنا بنقول الكلام ده بدون عصبية عشان ولادنا يفهموا. صحيح. يفهموا ان هذه المشاريع من أجلهم ومن أجل أجيال قادمة. ومش عاوزين الناس تستغل الشائعات اللي بيسمعوها، لانه بعض الشباب اول ما بيعرف، ممكن واحد صاحبي على القهوة يقول لي معلومة انا خلاص وثقت ان المعلومة صحيحة. طيب فين المفروض بقى احنا دورنا ان احنا نطلع بتوعية كفاية للشاب ده عشان نقدر نفهمه؟ صحيح. طيب انا طبعا حضرتك دلوقتي تطرقت لموضوعات هامة جدا، بس انا كنت حابة اسأل حضرتك اثر الشائعات ووسائل التواصل الاجتماعي. احنا دلوقتي شبابنا كله تقريبا احنا 24 ساعة قاعدين على النت، بناخد معلوماتنا زي ما حضرتك قلت في بعض الأسئلة، ان احنا كل معلوماتنا عن طريق الانترنت. ما فيش دلوقتي بقى كتاب او ان انا اسأل زي قيادة حضرتك ان انا اعرف معلومة موثوق منها يعني. فكنت عايز اعرف ازاي نتصدى لها وازاي نحارب الكلام ده، نحارب الشائعات اللي موجودة، لانها زي ما قلنا برضو هي بتمس الامن القومي المصري. عشان ما نخرجش عن موضوعنا، هذه الشائعات بتخص الامن القومي المصري. اذا اردنا وفي جملة واحدة أن نقصي وتختفي هذه، فعلينا بالشفافية، علينا أن نكون واضحين. ما هو الشباب النهاردة بيمشي ورا شائعة على الفيسبوك، هو ما عندوش استعداد يقرأ، وعشان كده قلنا عليه دور ولابد أن نكون. هي الشائعات في أوروبا وفي الدول اللي برا ليه مش موجودة كتير؟ لأن كل الأمور واضحة، لابد أن يكون عندنا شفافية في عرض الموضوع، أن يكون عندنا رؤية في عرض الموضوع عشان ولادنا ما يسمعوش لكلام النهاردة. أنت بتقول أي كلام النهاردة ممكن يتاخد ويمشي. أنا في إحدى المرات، وأنا قلت بالكلام ده في برنامج قبل كده، أما أطلقوا شائعة على وزير كان متوفي حقيقي. يعني وسائل الإعلام أخدته. صحيح. لابد أن يكون عندنا رؤية لهذا. الشائعات يا حضرات، الشائعات يا شبابنا، الشائعات اللي في على الفيسبوك أو وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. بتدمر أوطان، بتدمر أسر، بتدمر شركات، بتدمر. وهنرجع تاني نقول ونعيد ونقول، الجيش العراقي سقط بإشاعة، بشائعة من إحدى من قناة الجزيرة، سقط. إذن الشائعات مدمرة ودمرت العراق، فلابد أن نعي وندرك. وفكر، أنا عاوز بس منك أنك تفكر دقيقة واحدة هتصل للحقيقة. صحيح. لو شغلت دماغك دقيقة واحدة هتصل للحقيقة، مش لازم تقعد. وياريت تاني ولادنا يرجعوا يقروا شوية، وياريت ولادنا مش لازم المعلومات كل اللي على الفيسبوك. في دول متقدمة جدا زي الصين واليابان قافلة الفيسبوك كده خالص. السعودية عملت حظر. هستأذن حضرتك ثواني، هنخرج نحضر فاصل. تفضل. طيب قبل ما نطلع فاصل أحب بس الأول أعرف من حضرتك، دور الأسرة مهم في رقابة الشاب أو شبابنا، إن هم يكون عليهم دور فعال يقدروا يوعوهم أو يقدروا إن هم يحتووا فكرهم شوية. شوفي، إذا أردنا مجتمعا صالحا وشبابا صالحا فعلينا من الأسرة والتربية الأولية للطفل والنشأ
تبدأ من الأسرة. وبالتالي الأسرة عليها دور قوي ودور مهم حتى يطلع هذا الولد أو البنت صغير سوي. ليه؟ عشان يقدر يتعامل مع المجتمع. لكن النهاردة انصراف الأب والأم وانصرافهم بهموم الحياة ده مش مبرر أبداً إن هم يعلموا الطفل ويفهموه انتماء. الطفل لو ما عندوش انتماء عمره ما هيحب البلد. حقيقة. الانتماء ده بيجي من البداية ثم المدرسة اللي احنا فقدنا جزء كبير فيها. خدت بال حضرتك؟ فالانتماء والأسرة عليها دور قوي في هذا. يعني حضرتك هنتكلم عن الأسرة وبعد كده المدرسة. تمام. المدرسة ليها دور. طبعا لها دور. حضرتك شايف دلوقتي ان المدارس بتاعتنا ونظام التربية والتعليم بيدي التوعية اللي احنا محتاجينها؟ ابدا. طيب. ابدا. ولا الأسرة بتدي. وبالتالي خلقنا انصرفنا لكل واحد هو عاوز ايه. لا احنا 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 اولادنا اكبر استثمار في الحياة. احنا اولادنا الاستثمار الحقيقي لينا ولوطننا. الاستثمار مش في اني يبقى عندي عمارة. الاستثمار مش يبقى عندي شقتين. الاستثمار مش يبقى عندي عربيتين. الاستثمار الحقيقي في اولادنا. وبقول الكلام ده من خلال برنامج حضرتك. حقيقة. استثمروا في اولادكم احسن مليون مرة. حقيقة. علم ابنك كويس هيطلع سوي. علم ابنك كويس هيحقق لك اللي انت عاوزه. علم ابنك كويس هيكون صالح. علم ابنك كويس وثقفه وفهمه هيكون شاب ناجح لنفسه ولوطنه ولأسرته. وبالتالي بنقول للأسرة المصرية خدي بالك. وحوادث كثيرة انت شايفها الأيام دي. صحيح. من شباب يعني مش هنا. يعني النهاردة احنا كنا اما بنسمع اي جريمة كانت بتهتز لها الابدان. النهاردة بقى موضوع طبيعي. نتيجة ايه؟ لان فقدنا مبادئ كتير. فقدنا كتير. واحد اصلا انتوا مش لا التربية لا تختلف لا زمان ولا دلوقتي. وبالتالي اذا ما علمناش ولادنا القيم كلنا علينا دور. بس ولادنا من الاسرة لابد ان يطلعوا كويسين. صحيح. صحيح. استاذن حضرتك هنخرج فاصل صغير ونرجع لكم تاني. انتظرونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل نكمل حوارنا مع سياده اللواء شبل عبد الجواد. فاحنا كنا بنتكلم طبعا عن دور الاسره والمدرسه. وعايزين طبعا ان هم يهتموا شويه بالشباب لان هم برضو بينشئوا جيل طالع هيربي اجيال. فخلينا نتكلم بقى عن دور منظمات المجتمع المدني في نشر التوعيه والتصدي للشائعات. شوفي انا عاوز اقول حاجه قبل ما ننتقل لدور منظمات المجتمع المدني. خلينا نقول وزارة الثقافة عليها دور قوي جدا. وزارة الإعلام عليها دور قوي جدا. احنا النهاردة بنشوف انا هرجع بيك حاجة واحدة بس. اما الناس شافت فيلم الممر شوف قد ايه الأسر المصرية اتلمت عليه. اذا الناس جاهزة اوريدي. الناس جاهزة عشان شوف قد ايه يعني قد ايه اثر في شباب. قد ايه لم اسر حوالين التلفزيون اللي احنا فقدنا يعني جزء كبير ان احنا نقعد برضو بسبب وسائل التواصل الاجتماعي. فاذا اما وزارة الثقافة احنا عاوزين نخلص من كل السلبيات اللي بتبث لاولادنا على القنوات دي في ايدينا. وبالتالي الشباب جاهز. ما هو انت مديته فيلم زي الممر هو قعد شاف فهم رجعته شوية لحضن الوطن. صحيح. جبته. اذا هو اوريدي عاوز يجي. عنده الاستعداد. عنده الاستعداد. بس قوله فهمه. ما تسيبوش مشوش. صحيح. وبنقول يعني لوزارة ثقافة والافلام اللي بتبث روح العنف في ولادنا بلاشها.
بلاش ولادنا بيطلعوا يقلدوا هذا الكلام، ارجعوا لتاني للحاجات الهادفه، وصلوا رساله بس مش واضحه. صحيح. قللوا شويه الفقرات الاعلانيه اثناء برامجكم الثقافيه لانها بتشد. صحيح. الفقرات الاعلانيه اللي بتطول بالعشرة والسبع دقايق والخمس دقايق الاول ثانيه او ثانيتين، النهارده بتقعد مده طويله. هو اصبح تجاري شويه. بتفصله. بتفصل الـ 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 الولد او البنت او الشاب او اي حد قاعد قدام بينسى هو كان بيتفرج عليه. فارجو من وزاره الثقافه ووزاره الاعلام وكل البرامج الهادفه الوطنيه انها تبث هذا الكلام الجميل تاني. احنا كنا زمان بنسمع اغاني وطنيه كانت بتشعل حماس الشعب كله. صحيح. النهارده احنا فقدنا كل ده، وبالتالي لازم العوده الى هذا. العوده الى انا ليا سؤال عند حضرتك مهم جدا. حاضر يا فندم. اين الرقابه من الافلام اللي بتنزل لنا للشباب، يعني بتدمر عقول الشباب؟ احنا معروف ان احنا عندنا رقابه للكلام ده. احنا النهارده مفيش فيلم اقدر يعني اقعد ابني قدامه. انت عارفه انت النهارده بتاخدين الحاجه، اما تروحي في هوليود نفسها او امريكا، افلام العنف اللي بيصدروها لنا هما ما بيشوفوهاش. يقول لك ده تجاري بتاعتك. صحيح. احنا مش هنشوف الكلام ده. افلام عنف ايه اللي هي مش عارف مين والقتل ما بيشوفوهاش خالص، لكنها بتتصدر بتجنة عشان احنا نشوفها، وبالتالي الشباب يقلدها. وده برضه هرجع اقول نوع من انواع الحروب. نوع من انواع الحروب اللي موجهه ليك. صحيح. فخلي بالك، خلي بالك اللي بيتصدر لك ده مقصود. هتقعد تقول لي لا 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 مقصود، وانت بتقلده بدون وعي وهم ما مش بيشوفوه عندهم. تعالي اليابان النهارده والصين النهارده منعت وسائل التواصل الاجتماعي غير في نطاق الدوله. خدت بال حضرتك؟ وعشان كده الناس دي بتفكر وبتشتغل. مش دولة مش هتقوم الا بشباب وطني يشتغل. صحيح. الدولة مش هتقوم غير بيكوا يا شباب انك تشتغل، مش لازم نقعد طول اليوم على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وفي الاخر انت ما بتحققش حاجة لنفسك. لابد ان تعي ده. لابد ان تعي ده. عليك دور تجاه دولتك، ودولتك بتقدم لك كل هذا الكلام، علمتك وثقافتك وشغال ومش هقول شغالتك، هقول حطيتك على الطريق الصحيح، اتعلمت ببلاش واشتغلت واتعلمت ودرست وتربيت في هذه الدولة، عليك دور تجاه هذه الدولة وتجاه نفسك أولا. خدت بال حضرتك؟ وبالتالي احنا برضه هنستمر في توعية الشباب. حضرتك شايف بعض الدول بتصدر لنا المخدرات. انا بتطرق مع حضرتك لبعض النقاط لانه احنا شايفين سلبيات كتير في مجتمعنا، فاحنا محتاجين ان احنا نناقش كل سلبيه موجوده من خلال كل سلبيه برنامج. عاوزه حلقه خلينا النهارده احنا بنتكلم بس في موضوعات شامله، ولكن هنعمل سلسله حلقات مع حضرتك هنقدر نتناول فيها كل موضوع على حده. من المخدرات. المخدرات هي برضو نوع من انواع تدمير العقول. هو بيصدر لك مخدرات وشبابنا بياخدها على انها يعني حاجه كده، ولكنها بتفقدك شويه من الوعي، بتفقدك، بتغيبك، وهو ده برضه المطلوب. يعني هو ده نوع من انواع الحروب، نوع من انواع تدمير العقول، نوع من انواع هدم للشباب، نوع من انواع حاجات كتيره. ما هو اذا كنا النهارده بنقول الارهاب فالمخدرات زي الارهاب. الفساد ارهاب. يبقى عندنا ارهاب يعني زي ما انت شايفه تفجيرات احيانا، وده موجود في العالم كله، ولكن مخدرات نوع من انواع الارهاب. الفساد في كل اي حته فيها فساد هو نوع من انواع الارهاب. صحيح. خدت بال حضرتك؟ فكل ده متصدر لك. وهرجع تاني واقول لك واقول لحضرتك هذا التدمير عشان جيل اكتوبر ما يرجعش. ناس جيل الذهبي بتاع حرب اكتوبر ما يبقاش فيه، وهم يعرفوا قد ايه الشعب المصري وقدرة الشعب المصري. صحيح. الشعب المصري ما بيحتاج يبدع بيبدع،
اما بيحتاج يبتكر بيبتكر، اما بيحتاج صحيح بيسكن بعض الاوقات، ولكنه شعب عنده كل حاجه يقدر يعملها. طب صحيح. ليه احنا ما بنبقاش كده؟ صحيح. هحتاج من حضرتك تقول لنا دور كل فرد في حمايه الامن القومي المصري. الامن القومي المصري هو مجموعه عوامل اساسها امن الفرد. يعني اذا كنا بنقول الامن القومي المصري هو حماية الدولة في الداخل والخارج سواء في الحرب أو السلم، هو بي 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 بيعود على الفرد المصري، لأن الأمن زي ما قلت في أول الحلقة هو غاية يصبو إليها كل الـ الناس. محدش هيقدر يعيش أبدا من غير أمن. صحيح. وبالتالي إذا النهاردة كل فرد في الدولة المصرية عليه دور تجاه الأمن القومي المصري، إيه الدور بتاعه؟ مش هقول لك اطلع خد، لا أنا هقول لك إذا رأيت شيئا يمس بالأمن القومي المصري، سواء فساد، سواء إرهاب، سواء مخدرات، سواء تدمير لمنشآت، بلغ عنه للجهات المسؤولة، لأنها في الأول وفي الآخر بتعود عليك أنت بالنفع. فكل فرد وكل أسرة وكل مؤسسة وكل قرية وكل مدينة على دور تجاه الأمن القومي المصري. مش هقول روح حارب ولا روح، لا أنا هقول لك حافظ على ما أنت فيه. صحيح. ده أمن قومي مصر. حافظ على شارع اللي أنت ساكن فيه، حافظ على البيت اللي انت قاعد فيه، حافظ على الطريق اللي انت ساكن فيه او بتمشي عليه، حافظ على المدينه اللي انت قاعد فيها. ده امن قومي مصر، شيء بمنتهى البساطه. صحيح. مش محتاج منك ادنى مجهود. النهارده ما تمشيش تدمر لي في شارع وتقول لي انا لا. طب ما انت بتدمر برضو الامن القومي المصري. صحيح. ده دور كل فرد فينا. زي ما حضرتك بتهتم باللبس بتاعك مش عارف ايه عشان تبقى خارج، اهتم بالشارع بتاعك، ما تخربش فيه، ما تدمرش فيه، ما تاخدش رشوه، ما كل ده بيمس الامن القومي المصري. صحيح. لان الامن القومي المصري في الاخر هو عائد على الفرد. صحيح. في ختام حلقتنا، انا مش عايزه اختم مع حضرتك بصراحه، ولكن هنعمل سلسله حلقات تاني مع حضرتك إن شاء الله اكيد ان شاء الله. في ختام حلقتنا كل الشكر والتقدير لحضرتك. كان معانا سياده اللواء شبل عبد الجواد، رئيس قطاع مكافحه الفساد والارهاب بالمنظمه العربيه الافريقيه ورئيس الشرطه العسكريه سابقا. والى ان القاكم في الحلقه القادمه ان شاء الله، لكم مني جزيل الشكر.